نشرت جريدة أم القرى تفاصيل تعديل نظام العمل الذي أقره مجلس الوزراء ودخول هذا النظام حيز التنفيذ بعد 180 يوما، ومنها الإسناد التي تعد خدمة لتوفير عامل للعمل عند غير صاحب العمل من خلال منشأة تم الترخيص مرخص لها لهذا العرض أو الغرض، ومن ذلك أيضا الاستقالة حيث تم إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة من دون تعليق على قيد أو شرط قبول صاحب العمل بها. ووفقا لتعديلات بعض مواد نظام العمل للعامل الحق في إجازة لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، كما يحق للعامل إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام عند زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. عبر سكايب يلتحق بنا المختص في الموارد البشرية عبد العزيز المبارك. أهلا بك عبد العزيز معنا في نشرة النهار، مساء الخير. مساك الله بالنور أستاذ حسن، حياك الله وحيا المشاهدين جميعا. بشكل بسيط، ما هي أبرز المواد التي تم تعديلها ويجب أن يعلم عنها كل العاملين؟ جميل جدا. أول شيء المواد اللي تم تعديلها طبعا 38 مادة، وتم إضافة مادتين جديدة وحذف 7 مواد. ومن ضمن الإضافات اللي أنت ذكرتها أستاذ حسن في البداية الإسناد، وهذا الإسناد أنه توفير موظف يعمل عند جهة أخرى غير الجهة اللي هو على ملاكها، وهذه تشمل السعوديين وغير السعوديين يعني. وكذلك تعريف الاستقالة، هذه من المواد اللي أضيفت. من ضمن أهم الأشياء اللي نجب أن نتعرف عليها الإجازات، التعديل اللي صار على الإجازات اللي تخص الحالات اللي أو الأحداث اللي تصير عند الموظف مثل الوفاة والزواج والولادة والأشياء هذه كلها صار عليها تعديل. إضافة إلى ذلك تم إضافة مادة في النظام، وهي إمكانية تعويض العامل بإجازة مدفوعة الأجر عند عمله عمل إضافي. سابقا كان النظام لا يجيز هذا الشيء، وكانت تتم في بعض المنظمات بشكل ودي، لكن الآن وضعت في النظام، يستطيع الموظف أو العامل أنه يأخذ بدل العمل الإضافي إجازات مدفوعة الأجر مقابل العمل اللي كانوا يسمونها إجازات تعويضية في السابق. كذلك تم تعديل إجازة الأمومة للمرأة، بدلا من 10 أسابيع صارت 12 أسبوع. تم إضافة بعض الفئات لنظام العمل اللي كانت مين موجودة من قبل، مثل فئة العمالة المنزلية والرعاة ومن في حكمهم، وكذلك اللاعبين، لاعبين الأندية ومن يعمل في المجال، بعض من يعملون في المجال الرياضي مثل المدربين وغيرهم، كان سابقا ما يشملهم النظام، الحين دخلوا في النظام. بالإضافة إلى بعض التعديلات والمصطلحات اللي أضيفت، هذه يمكن أبرز الأشياء اللي يجب أن نتعرف عليها. كذلك تم تعديل مدة الإشعار في العقد الغير محدد المدة، كانت إذا طلب العامل إنها كانت 60 يوم صارت 30 يوم، وكلها التعديلات يعني أنا أشوف أنها يعني تتماهى مع التطور الحاصل في سوق العمل، ومع التطور اللي صاير في وضع المملكة، وضع المملكة الحالي من ناحية التطور السريع وتوفر فرص العمل والمشاريع اللي صايرة وانجذاب العالم نحو المملكة. وهذا يدعونا إلى أن احنا يعني نشكر القيادة الرشيدة ونشكر وزارة الموارد البشرية التي عملت على هذا الملف وكانت تعمل عليه باستمرار، أصلا في تحديثات كل فترة، لكن هذا يمكن من أكبر التحديثات اللي صارت في نظام العمل فترة طويلة. نعم. وش يميز هذا النظام بشكله الجديد؟ أكيد يعني يميزه شيء. أكيد أخي حسن، النظام بشكله الجديد نظام جاذب، يعني أنت الحين قاعد تستقبل العالم في المملكة العربية السعودية سواء كزوار وكذلك كعاملين وكمستفيدين. يعني ترى على فكرة في وظائف عندنا، يعني لو نظرت في النظام الجديد يقولك دخل الناس اللي يجي مثلا عندها عقد لمدة 2 شهر فما فوق، في وظائف مؤقتة ترى في ناس يجون مدة يعني مدة بسيطة بالأشهر أو يعني محددة
وبعدين يروحون. كذلك في ناس يعني مثلا مثل اللاعبين، ترى اللاعبين ما كان يشملهم النظام هذا، الحين صار يشملهم. وانا اذكر من زمان، انا كنت معايش هالوضع هذا من زمان، من اكثر من 25 سنه كنا نفكر نقول يعني ليش اللاعبين ما يدرجون ضمن النظام، و و وما يترتب على النظام العمل مثل نظام التامينات، ويكون له امان وظيفي حتى بعد ما يترك الوظيفه. لان انت لو شفت اللاعب المحترف ترى وظيفته هي اللعب فقط، لو جاء اصابه ولا انتهى فتره يعني اللي يكون متالق فيها خلاص ما عاد عنده مصدر دخل، ولا عاد الا اذا كان ما من نفسه مثلا باشياء اخرى. لذلك النظام الجديد انا ارى انه يتوائم ويتواكب ويتطلع الى مرحله المملكه فيها تكون محط انظار العالم ومستهدف للكثيرين من المميزين، انهم يجون يلتحقون بالاعمال عندنا ويلتحقون بالمنظمات في المملكه العربيه السعوديه وبفرص العمل. نظام العمل الجديد يمنح أصحاب العمل صلاحية تأجيل قبول استقالة العمال لمدة تصل لشهرين. كيف كان الوضع أول وكيف الوضع الآن؟ يعني الأول يا أستاذ حسن ما كان في وضوح، لكن الآن النظام يحاول حفظ حق العامل ويحاول حفظ حق صاحب العمل. صاحب العمل احيانا لما يستقيل من عنده موظف يحتاج مده معينه عشان هذا الموظف يسلم المهام اللي عنده، يسلم يعني خلينا نقول اسرار المهنه الخاصه بالمنظمه اللي هو تعلمها لموظف اخر، او زي ما يسمون تسليم مهام الهاند اوفر هذه. فاحيانا عشان توفير موظف اخر بديل قادر على القيام بهذه المهمه، هذه طبعا من ضمن مصلحة العمل. وهذه المادة أو هذا التعديل يبين لك أن المشرع أو وزارة الموارد البشرية لم تغفل حق صاحب العمل، يعني هي تحاول بهذا النظام أنها تحافظ على حقوق الطرفين سواء العامل أو صاحب العمل، وهذه ما فيها شيء. هو يقدر يطلب من تأجيل إجازته وفي حد معين، هي 60 يوم فقط، وأكيد أنها مدفوعة. لكن احيانا يحاول مثلا يعني انا بقول لك على سبيل المثال لان انا عندي خبره كثيره في الموضوع المواضيع هذه، احيانا يكون الموظف جاي له عرض وضروري لازم يباشر فيه مباشره، فهذه تكون وديه بين صاحب العمل والموظف كيف انه يسلم مهامه بطريقه او اخرى. وهذه يعني النظام يحاول انه يوجد هذه العلاقه اللي ما تضر باي واحد من الطرفين. طيب هنا نتحدث عن احتساب النظام لثلاثة أيام حالة ولادة مولود للموظف خلال 7 أيام من تاريخ الولادة، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات. هل كان النظام يعطي الموظف في النظام السابق إجازة عند يعني ولادة مولود له؟ كانت إجازة يوم واحد ويعطيها للموظف في يوم يعني الولادة، واليوم يحق له 3 أيام. ها اي الحين 3 أيام وعندك فرصة. يعني سابقا كان يعطيك اليوم الولادة، وكانت بعض المنظمات يعني حسب علاقتها مع الموظف ممكن يعطيه ثاني يوم ثالث يوم حسب، لكن الحين لا، النظام فتح لك المساحة وقال لك من تاريخ الولادة 7 أيام انت تستحق في اي واحد من هال7 أيام تقدم اجازه على اجازه مولود اسمها اجازه مولود مدتها 3 أيام. وهذا برضو شيء جميل جدا. وتعرف يا استاذ حسن لما يجي المولود يعني الاحتياجات والالتزامات والحاله اللي يمر فيها الشخص، النظام راعى هالشيء. الجميل في الموضوع يا استاذ حسن انت لما تقرا التعديلات هذه، يعني طلع بعض المسؤولين في الوزارة وحكوا وشلون صارت التعديلات. التعديلات ما جت ترى من فراغ، جت من عمل، من ورش عمل واستطلاعات رأي ومحاولة يعني محاكاة أبرز الممارسات العالمية والمشابه للبيئات العمل اللي مشابهة للمملكة والمجتمعات المشابهة للمملكة. يعني أنا قرأت أرقام صراحة ما شاء الله خيالية، يعني تقريبا يعني 1300 تقريبا يعني ورشة عمل واجتماع وذا تمت عشان واستطلاع رأي. هذا عدد كبير جدا، وهذا يدل على البحث عن الوصول إلى أفضل
النتائج اللي ممكن تطلع في التعديلات هذه، وعن مستوى احترافي عالي قامت به وزارة الموارد البشرية حتى قامت بهذه التعديلات واستصدرتها إلى أن اعتمدها المقام السامي. كيف تطرق النظام لرخص وتأشيرات العمل وتأثير هذا على البيئة الاستثمارية والمستثمرين المحليين والأجانب؟ جميل جدا. هذا طبعا أنت يا أستاذ حسن لو تلاحظ أنه وزارة الموارد دائما تعمل بالتنسيق والتكامل مع وزارات أخرى، يعني مثلا وزارة الاستثمار وزارة التجارة، لأنه كلهم يشتغلون في إيجاد بيئة عمل مشجعة ومحفزة للعمل. طبعا التأشيرات، بخصوص التأشيرات الآن في تصحيح لشركات الاستقدام وشركات إسناد العمالة بشكل عام. قاعدة الوزارة تعمل على أنظمة جديدة وتصحح في هذا الموضوع. قاعدة الشركات التي لم تقم بدورها بالشكل المطلوب منها تعطى يعني إشعارات ومهلة لتصحيح وضعها، أو يشطب الترخيص يعني تعطى الفرصة لشركات أخرى. كل هذا من أجل تصحيح حكاية التأشيرات. أيضا المستثمر طبعا تم تعديل نظام الاستثمار الجديد، وصار يسمح للشركات الاستثمار الأجنبي بأنها يكون لها تأشيرات، بس كله راح يكون عن طريق شركات الاستقدام وشركات الإسناد، وهذا شيء جميل جدا، لأنه هذا يمكن الوزارة من قياس عدد التأشيرات اللي تطلع، الاحتياج اللي موجود في السوق، مراقبة المهن اللي مطلوب فيها التوطين، مراقبة نسبة التوطين، لأنه أنت عشان توطن لازم تشوف عدد الاحتياج اللي في السوق، عدد التأشيرات اللي تصدر، كلها مؤشرات يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار بالنهاية عشان نوصل لتصحيح لعملية التأشيرات. التأشيرات صارت سريعة، مين مثل الأول تصدر في أوقات قياسية جدا، وصار فيها تسهيلات، بس أهم شيء أنها تكون احتياج حقيقي وأوراق سليمة وصحيحة، عشان يكون في النهاية هذا القادم للعمل في المملكة يكون له دور فعال، ويكون له دور يعني، ويكون في بيئة ممكنة ومحفزة عشان يؤدي اللي المهمة اللي يجي عليها على أكمل وجه، ويأخذ حقوقه بشكل كامل، ويمارس حياته بشكل مميز في المملكة العربية السعودية. أخيرا أستاذ عبد العزيز، يعني المرأة، كيف عامل نظام العمل الجديد المرأة والإجازات الخاصة بها؟ أبرز ما جاء في النظام ويخص المرأة. جميل جدا. طبعا أبرز ما جاء في النظام اللي هو زي ما قلت لك إجازة الوفاة، كانت سابقا 10 أسابيع، الحين صارت 12 أسبوع، وتوزعها المرأة طبعا حسب يعني ما يقل عن 4 أسابيع من تاريخ الوضع المتوقع، وبعدين تأخذ البقية فيما بعد، ويحق لها أيضا أنها تأخذ إجازة بدون أجر لمدة شهر بعد ما تخلص إجازة الوضع. المرأة يسأل حسن حقيقة في هذا العهد الزاهر يعني مكنت بشكل كبير جدا، وضعت كل الأنظمة سواء كانت في نظام العمل أو أي أنظمة أخرى اللي تكفل لها حريتها والحفاظ عليها، وأنها تروح تمارس عملها وتؤدي دورها بشكل كامل، وهي في بغاية الاستقرار والأمن النفسي، وبدون أي مضايقات، وبدون ما تشعر بأي تفرقة بينها وبين أي أحد. ولذلك نرى الحمد لله، حتى أنا أتشرف دائما أطلع معكم في نسب التوطين ونسب البصالة، ونشوف ارتفاع مؤشرات تمكين المرأة في سوق العمل وحتى في المناصب القيادية. والنظام لم يغفلها أبدا ولم ينساها. كل هذه التعديلات على المواد الخاصة بأنظمة العمل، كيف ستنعكس على الواقع في المملكة العربية السعودية؟ كيف ستنعكس على بيئة العمل بشكل واضح؟ هل سنلمسها يلمسها الموظف في القريب أو البعيد؟ هذا سؤال مهم جدا يا أستاذ حسن، ولك أن يعني أنا الحمد لله من فضل الله علي أنا من الممارسين في سوق العمل من أكثر من 30 سنة، وفي موارد البشرية وفي التوظيف وفي عدة مجالات أخرى وفي جميع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث. أنا دائما للوزارات، خاصة وزارة الموارد البشرية، لزيارات هناك ولمراجعات،
ألاحظ التغيير. شوف دائما التغيير إذا صار في من رأس الهرم تعرف انه راح يشمل الجميع. التغيير موجود في الوزاره، نفسها لو تروح الوزاره ترى كل زياره اروح لها بعد كل فتره كل كم شهر الاحظ تغيرات في بيئه العمل، في الثقافه، في طريقه استقبال الموظفين، في طريقه، لانه متى يظهر تاثير هذه التعديلات يا استاذ حسن؟ يظهر في سلوك الموظفين. اذا التعديلات هذه كانت فعاله ومنصفه ومميزة يظهر في سلوكهم، لأن هذا يعطيهم ارتياح. تبدأ تلاحظ تغير سلوك الموظف. الموظف اللي كان مثلا أول ما يلتفت فيك ويقول لك انتظر هنا، تلاقيه يبادر هو بنفسه يقول تعال أنت إيش تبغى، كيف أخدمك. فهذا الشيء إحنا نشوفه الآن عيانا بيانا. لكن في نقطة مهمة جدا، هل هذه التعديلات الأخيرة والكافية؟ لا، إحنا راح نشهد، وهذا واضح أصلا من ديدن الوزارة والوزارات الشقيقة، أنهم قاعدين يسابقون الزمن عشان يطورون ويحاولون يوجدون بيئة يعني منافسة عالميا في سوق العمل عندنا في المملكة العربية السعودية. فإن شاء الله راح نرى تعديلات أفضل وتحسن في بيئة العمل. وأنا ما أتكلم يعني من فراغ يا أستاذ حسن، أنا يعني حتى المشاهدين جميعا لاحظوا التغير، خاصة أول شيء حتى في القطاعات الحكومية. روحوا أي مراجعة أو اتصلوا بالتليفون أو اطلبوا خدمة على الأونلاين ولاحظوا الفرق بين، يعني استحضروا تجاربكم السابقة وقارنوها الحين. هذا هو الأثر يا أستاذ حسن، يظهر في سلوك الموظفين، في مستوى الخدمات. هذا كله بسبب التعديلات اللي تصير في إذن نحن الجميع موعودون بالأفضل. شكرا لك عبد العزيز المبارك المختص في الموارد البشرية، كنت معنا مباشرة عبر سكايب.